تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل في مجمع السيف، والتي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 22 من شهر نوفمبر الحالي. يتضمن الاحتفال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة الموجهة لفئة الأطفال والناشئة. يتعلمون وربما يتألمون، ليس لشيء إلا كي يكبروا ليخدموا هذا الوطن. كعادتها في كل عام تحتفي البحرين باليوم العالمي للطفل، مستعرضة أنشطة وإنجازات أبنائها الصغار من مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية لديها، إيمانا منها بأن الطفل اليوم هو إشراقة المستقبل. أحلى ما فيها هم الأطفال اللي يقدمون هذا النوع من الأنشطة والفعاليات اللي تعلموها في المدارس وفي مراكز التعليم، مراكز التأهيل، المراكز الصحية. حقيقة أن جميع الجهات في البحرين تتضافر جهودها من أجل إبراز حقوق الطفل وتمتعه بالمعايير والخدمات اللي في المستوى الدولي. لا شك يعني يوم مهم، وسعدت ان اشوف فرحة الاطفال بالبرامج والفعاليات الموجودة، والحمد لله كلها تثقيفية وحققت اهدافها، والله يحفظ اطفالنا من كل سوء ان شاء الله. ولم تكن فئة ذوي الاعاقة بمنأى عن هذا الحدث، اندمجوا فيه فابهروا الحاضرين بتعدد مواهبهم. حق الطفل ذوي الإعاقة حق كفله الدستور في مملكة البحرين، وعهد هذه المهمة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم مختلف أوجه الخدمات الرعائية التأهيلية النفسية والاجتماعية والتعليمية، وأثبتت التجارب طوال هذه السنوات بتحقيق نتائج طيبة على مستوى المملكة، وتحقيق يعني وصول إلى نجاحات غير مسبوقة على مستوى هذه الفئة، منهم اللي قدر يتميز في الرسم، منهم اللي قدر يتميز في مجال العمل. أطفال يرمقون الغد من بعيد، خطت البسمة على صفحات ثغورهم فرسموها على وجوه الحاضرين. أنا اسمي فرح عبد الله سالم بعلي، وصف الرابع وفي مدرسة محرق بداية للبنات، وأنا وايد مسرورة إني أنا يعني تهني علشان أغني. أنا اسمي بدور خالد من مدرسة المحرق صف الرابع، جاية مني عشان أقدم أنشودة حقوق الطفل، وأنا وايد مستانسة لأني قدمت موهبتي وعرفت لكم. شكرا. 30 عاما على إقرار اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي صادقت عليها المملكة، جاءت كي تؤكد الحرص على تعزيز الاهتمام بهم وحمايتهم وتنمية مهاراتهم في مجالات الحياة كافة. هي فرصة للتعبير عن الاهتمام العالمي بالطفل وتوفير كل الاحتياجات والبرامج التي تؤهله ليشارك في بناء وطنه وتنميته. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.